شفنا موت يعني عندي 9 ولاد ماكو بطال قاعدين ناكل من جلدنا. جاء الدولة زاخت تراكتر بدفتر اخذناه، خذوا تراكتر ابني بالدفتر وهذا ابني اسبوع خلوه بالسجن. انا قلت ذبحوه شو يوم جاء قلت الحمد لله هدي انو جاء خلي تراكتر ياخذونه وبس ادعي عليهم اقول يا رب الله ينتقم منكم سويتوا بينا. والله العظيم متنا متنا.